مرحبا يا أخواني، أهلا وسهلا بكم في فيديوهات وقناتي الجديدة وهي طيور الزينة. لنتكلم أولا عن طائر الكوكاتيل أو ببغاء الكروان. هذا الطائر من الطيور الجميلة جدا التي يرغب كل بيت أن يحصل عليها، الأطفال والكبار، وهو من فصيلة الببغاوات المتوسطة الحجم. يستوطن في أستراليا في المناطق الرطبة، وهو يعد من الطيور المنزلية الأليفة. وهذه الببغاءات مشهورة أيضا برقة أطباعها واجتماعيتها، فهي ودودة وهادئة ويسهل تربيتها إذا قمت بتربيتها منذ الصغر. وإنها اجتماعية وأصبحت أكثر شعبية من الببغاوات الكبيرة، ويمتلك هذا الطائر الجميل عرف من الريش الطويل على قمة رأسه، ينتصب عندما يشعر بالخوف والقلق أو حين يغضب حين الاقتراب من قفصه أو من عشه، بينما يدل عرفه المائل على الهدوء والاسترخاء والمحبة. أهم صفة أنه يمتلك خدود وبقع برتقالية اللون على وجهه من اليمين وعلى اليسار، وتختلف بين الذكر والأنثى، ولكن في بعض الأحيان هناك طفرات لا توجد عليها هذه البقع. الكوكاتيل يعتبر من الطيور ذات الأوزان المتوسطة، فيبلغ وزنه تقريبا من 125 ل 150 جراما، ومنها يكون أصغر قليلا بحدود 90 جرام فقط. طول هذا الطائر حوالي 30 سنتيمترا، وهو يعيش ما بين 15 و20 عام. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في قناتي الجديدة. هذا الفيديو الأول، أتمنى أن تشتركوا بالقناة وتدعموني، فهناك الأشياء الجميلة مستقبلا وقريبا سوف أقوم بتنزيلها على القناة، وشكرا لكم.